موقع لك مقال أيضا عن 10 كلمات تدمر نفسية الأطفال. نعم. فيك تقول لنا وش هي هالكلمات اللي تدمر؟ أنا كاتبها حقيقة أمامي، يعني 10 كلمات. الأولى ذكرتها الشتم، أن الأب والأم يكثرون الشتم. 2 يشتمون الطفل. يشتمون. نعم. 2 المقارنة، أنت تقارن بأخوه ولا بأخ، لا فلان أحسن منك فلان أحسن منك. طبعا الشتم وفيه قاموس من الشتائم ممكن دخل فيه. نعم، قاموس كبير جدا. المقارنة منها، مقارنة أنه شوف فلان أخوك أحسن منك، أو أحيانا مقارنة ولد عمك أفضل منك. المقارنة سلبية جدا، جدا سلبية، التربية جدا سلبية. أنت قاعد تدمر ذاته، كأنك أنت ما اعتبرته موجود. 3 الحب المشروط، أحبك لو فعلت كذا، يعني حتى حبك مصلحة، يعني أنت يا إيبا مو حابني حب صجي، هاي تدمر، تدمر. يعني وش الحل؟ أني أقول له أنا أحبك بس ما أحب فيك تصرفك السيء. بالضبط، تفصل الذات عن السلوك. وبالتالي لما تفصل الذات عن السلوك تستطيع أنك أنت تتعامل معاه بأريحية. 4 أنك تعطيه معلومة خاطئة، يعني ولد قاعد يبكي تقول له الرجال ما يبكي. من قال لك الرجال ما يبكي؟ معلومة أصلا غلط، المعلومة ما هي صحيح. أبو بكر الصديق أصلا كان من أوصافه كثير البكاء، والنبي كان يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طفله. فأنت قاعد تعطي معلومة غلط، وبالتالي هذه تدمر التربية والبنية الأساسية بالنسبة للأولاد والبنات. هذا الولد ينني. لا مو صحيح، ما يننك. ما شاء الله بكامل عقلك، شلون يننك؟ هذه معلومة غلط، هذه تدمر. من النقاط الإحباط، أنك أنت تبدي تغرس فيه، تستهزئ بسمنته، مثلا لو عندك ولد سمين تستهزئ بسمنته، ولا تستهزئ بكسله، ولا تستهزئ بكثرة نومه، ولا بشكله، ولا بشكله. أنت قاعد تدمره. من النقاط اللي كتبت في المقال التهديد، أكسر رأسك، أشرب دمك، أنا أذبحك. هذا مو أبو، عدو. أي والله عدو، هذا إسرائيليين ما سووا لهم شيء. المنع الغير المقنع، يستأذنك، لا ليش لا يعني لا، طيب ما خالف، لا بس ليش لا، لا قلت لك لا، ولا يقول له أبو كيفي مزاجي مثلا. الدعاء عليه، وهذه حقيقة إشكالية ثانية، تدعو عليه وفعلا، وأنا عندي قصص كثيرة. والأمهات أكثر شيء يدعون، لابد من ضبطها، لابد من ضبطها، أنه الله لا يوفقك، الله يأخذك، الله أنا عندي أعرف أم عندنا في الكويت، يعني عصبت على ولدها، قالت له روح عسى ما يتبعك ولد، هذا الريال عقيم، لا عنده 10 بنات، كل ما تحمل زوجته بنت، راح تزوج ثانيها بنت، راح طلع، يعني الدنيا تدمرت في حياته، أخذ 3 بنت، وتوفى وما مشى بجنازته ولد على دعوة أمه. ولذلك بس وقف زواج. نعم، أقول الله يرحمه وقف زواج آخر شيء. يدور العيال بالزواج يعني على أساس أنه نعم. من النقاط الفضيحة وهي 10 أنك تفضحها، تروح قدام الجد والجدة، ترى ولدي سوى كذا كذا، مسكين يصير وياها الكبر. هذه كلها عبارة، يعني ترى على فكرة جمعيات حقوق الإنسان في العالم تصنف اللي قلتها أنا كلها عنف، وتؤسس عليها جمعيات ومؤسسات. ليس عنفا فقط بالتصرفات، قد يكون لفظيا، كل ما يجرح الإنسان حتى ولو معنويا يصنف عنف. لكن لما تيجي إحنا الآن ندعي نحن أننا مسلمون، ونضع هذا الوضع على مسطرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده، ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هالعشرة واحدة، بل بالعكس، أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يغلط الطفل يغض بصره عنه، وكان يوجهه توجيه حكيم. فإحنا نعم نقول نحن مسلمون، لكن في واقعنا الاجتماعي وفي واقعنا التربوي نحن بعيدين كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة نقطة في غاية الأهمية، لابد من إحيائها ولابد من نشرها بالطريقة الصحيحة. جميل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.